لا ينتبه المرأة عادة أن صندوقنا وخرقة قماش ملفوفة ومرمية قرب حاوية نفايات عند مدخل مستشفى أو باب مسجد أو على قارعة الطريق بها طفل حديث الولادة ترك لمصيره المجهول، إما أن تأكله المفترسات أو أن يموت جوعا، وإما أن يعيش مجهولا للنسب بتفاصيل حياة مؤلمة. لكن المؤسف أن تلك المشاهد لم تعد أمرا مستغربا عند كثيرين، وبات البعض يتعايش معها وكأنها حالة عابرة. العلاقات العاطفية التي تمثل الفخ المؤلم والنفق المظلم، تلك العلاقات العمياء التي لا تسير وفق منهج الشارع في ضبط التواصل ما بين الشاب والفتاة، وتنسج خيوطها في الظلام بعيدا عن الدين والعرف وتحديا لكل قوانين المجتمع. فكم من عفيفة طاهرة تحولت إلى لقمة سائغة لدى واحد من ذئاب البشر تمنى في كل مرة بالزواج والأسرة السعيدة والعيشة الهنيئة، ثم يتخلى عنها ويتركها تواجه المجهول. علاقات وسهر، تواصل وحديث وغزل إلى أواخر الليل، ليصل الأمر إلى أخذ الصور والابتزاز بها وبداية طريق لا تعرف نهايته، تجر فيه تلك الغافلة الآثمة في كل مرة إلى الفاحشة تحت شعار الحب والغرام خارج إطار الزواج الشرعي، لتتحول إلى فتاة شارع بعد أن كانت مصونة بين أهلها. فمن المسؤول اليوم عن تزايد الفاحشة وأعداد الأطفال مجهولي النسب في البلاد؟ وأي إنسانية تلك التي تدفع الجانية إلى رمي مولودها في القمامة وعلى الطرقات دون أدنى ضمانات لسلامته؟ نرحب بكم أيها الكرام في برنامج بدون تأليف، نفتح ملفا شائكا وهاما ونناقش تفاصيله بواقعية مع ضيوف حلقة اليوم، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا في برنامج بدون تأليف. نذكر بأنه في الجزء الثاني من الحلقة ستكون معنا من طرابلس السيدة سوسن حنيش، الأستاذة بكلية الأداب والمهتمة أيضا بشؤون المرأة، للحديث عن القضية من بعدها الآخر. قبل ذلك نرحب بالدكتور زياد عبد الله، طبيب أطفال، يحدثنا عن حالات واقعية وتفاصيل عدة نناقشها معه بإسهاب في حلقة اليوم. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أخوي سحيل والسادة المشاهدين. أنسنا في حلقة اليوم. لا ينسى. بداية برؤية طبيب ربما يسخر حياته بالكامل
لمتابعة الأطفال ومحتك بشكل يومي بهذه الفئة تحديدا، ما الذي يمثله لك مشهدا فيه طفل مرمي في القمامة أو على قارعة الطريق لا يعرف مصيره، هل سيحيا أم أنه سيموت؟ هو شوف خوي سهيل، لو حسي السلام عليكم. احنا كأطباء يعني ديما النظرة الاجتماعية متاعنا عندنا نظرتين، يعني نظرة اجتماعية ونظرة طبية. يعني مثلا كمزاولتي فترة طويلة لمهنة الطب كطبيب أطفال، غالبا أول ما نشوف بيبي حتى بيبي طبيعي مع أمه أو مع أبوه ديما تجينا نظرة طبية قبل، يعني زعم هذا مريض، هذا عنده حاجة. يعني تخيل لما تفرق طبعا النظرة الاجتماعية متاعنا لطفل، يعني زي ما قلت لوح قدام جامعة أو شيء، طبعا المصير تغلب على النظرة الاجتماعية والنظرة الإنسانية. يعني طبعا، لكن هل نحكي لك في البيبي العادي، لكن لما يكون بيبي مثلا ملوع على قارعة الطريق، أول شيء بيبان عليك الحاجات الاجتماعية كاملة. العيل هذا سبحان الله يعني وين كان يتابع الأم، هذه حتكون 90% هي مش متابعة مع أي دكتورة نساء، الله أعلم ظروف الولادة متاعها كيف جت. الحاجة الثانية، يعني أصلا حتى لما استقبلوا في الطفل في الولادة الشرعية المضبوطة في مصحة أو في مستشفى، يعني يكونوا حريصين ماخذين معلومات من الأم وهكي، ومع هذا في أول ساعة خافوا عليه، يبال يعني حد ما تابعش ما استقبلاش دكتور أطفال وملوح قدام الطريق. يعني طبعا حنشبحوا عملية المتابعة مستبعدة في مثل هذه الحالات. طبعا طبعا، هم أغلبهم الحالات هي تكون غير شرعية، يعني خلينا من ممكن في مشاكل تانية أسرية تخلي الناس ترمي صغارها من الأخير يعني. لكن لو بتشبح لها من المنظور الثاني، أغلبها حالات غير شرعية، يعني الأم ممكن غلطت وما فيش متابعة، المجتمع ما يرحمش في الحاجات هاي، طول فترة الحمل ما فيش متابعة، ما فيش فيتامينات، ما فيش أي شيء، فالله أعلم أصلا العيل قبل كل شيء إن هو هل حيطلع مشوه أو مش مشوه. وبعدين مسكين الله أعلم ظروف الولادة غالبا تكون في الحوش أو تكون في مكان الله أعلم، وبعدين يتلوح قدام الطريق. طبعا الحالات هي غالبا اول ما ينزل البيبي احنا يهمنا يكون في مكان دافي، يعني تخيل انه محطوط في كرتونه او محطوط برا. يعني هل من السهل دكتور ان تتصرف الام هذا التصرف وانت تحتك بالاطفال وباولياء الامور وبامهات الاطفال وفي لحظه المتابعه ولحظه الخوف على الجنين طيله 9 اشهر؟ هل بالتالي هذا الموضوع منطقي، موضوع انك يعني تقوم برمي الطفل على قارعة الطريق في صندوق او في لفافة قماش؟ تواني قلت لك نشوفه في الحالات، يعني تشوف الام كيف خايفة. يعني اول جديات يعني لما تلقى بيبي ملوع على الطريق تستغرب تقول الام كيف يعني يعني سبحان الله، هل هي تختلف على الام الثانية؟ احنا نشوفه في الامهات، يعني لدرجة احنا مرات في الحالات نقول ما نخليش الام تخش معنا، يعني لما بتجيب بيبي كشف او بيبي حالة مستعجلة خلوا فيها برا، لان هي اصلا من كثر خوف علينا تفركسنا حتى احنا ما نقدرش نخدمه. ففعلا تستغرب ان علاش الام هي تختلف على الام الثانية، يعني الام الطبيعية اللي جايبة ولدها تشوف كيف خايفة وتشوف على ابسط كلمة تقولها لها تشد فيها وعلاش وخير ولدي، لكن فعلا الام الثانية الله اعلم ممكن الظروف كانت اقصى. والفضيحة مرات في الحالات هي هي تخاف من الفضيحة أكثر من خوفها على ولدها في حد ذاتها. يعني يمكن نصف هذه الأم بأنها تجردت من كل يعني معاني الإنسانية. والله هو ما نبيش نكون، لكن هي طبعا يعني حد من خلال النتيجة من خلال على الطريق ويخليه. والمشكلة أنه هو مرات في منها حتى النوعية هي تفرق، في من أمهات تغلط وتحمل وتجيب ولدها مرات تحطها قدام جامع ونلقوا فيه مرات بالمرضى متاعهم، قصدي فيه اهتمام يعني نظيف ملبسيننا حاطينا في كرتونة متاع دافي وحاطين، يعني هذه قاعدة خير مني مثلا. وفي العموم نحن من خلال البرنامج لا ندافع عن هذه الظاهرة وعن هذا الجرم، ولكن ندافع عن هؤلاء الأطفال الذين ذنب لهم في كل ما حدث. يعني فعلا هو البيبي في النهاية ما ذنبه شيء، لكن قلت لك في من حتى في اللقطة هي الأمومة مرات تلعب شوية. يعني في من أمهات صح غلطوا وحملوا حمل غير شرعي وتبي تلوح ولدها، خايفة من الأهل، خايفة من الفضيحة، خايفة من المجتمع. تلقاها حتى لما بتلوحها حطاتها في كرتونة ومتكمت للجو احنا نقوله، بعكس زي مثلا القصة بتاع اسمعني اللي فاتن، يعني واحدة رد ماتها هو حي، حتى راوا الأمهات في حاجة سهية. لكن مهما كان يبدأ جرم هذا البيبي هذا، الله أعلم حياته كيف حتكون. يعني يعني هي لما بتشبحها من جميع الجهات هي كارثة، يعني مصير مجهول. يعني طيب في المقابل، هل لديكم ربما إحصائيات اطلعتم حتى كأطباء أطفال من خلال تواصلكم مع المصحات والمستشفيات العامة ومستشفيات الولادة، هل هناك إحصائيات واضحة عن عدد حالات الولادة خارج نطاق الزواج، الولادة الغير شرعية؟ الأطفال الغير شرعيين يعني. وشوف خوي سهيل، أنا كإحصائيات رسمية ما قدرش نعطيك، لأن حسب ما فهمت أن الإحصائيات الرسمية غير مصرح بها، يعني ما يبوش يعني يعلنوا عليهم، أنه موضوع اجتماعي قلت لك أكثر منه حتى طبي. لكن حسب اللي نشوف فيه متوقع يعني
من 50 ل 100 بيبي يعني سنويا على مستوى ليبيا كامل. هذا من الحاجات اللي تبان في اطفال راهو لو حسب المتابعه والمسموع يعني من المستشفيات حتى كتواصل بيننا احنا كاطباء عنايه الحديث الولاده يعني او جاتكم حاله احنا الشهر هذا جانا 3 4 هيك يعني نتواصل مع بعضنا فتقدر تطلب رقم زي ما قلت لك ممكن 50 ل 100 بيبي سنويا. لكن مهما كان هو الاجراءات الرسميه والاحصائيات الرسميه في ناس تعد وتسجل وهيك لكن زي ما قلت لك غير مصرح بهم يعني كان رقم ثابت ما فيش يعني كويس. في المقابل هل من معلومات حول يعني الأم هل الأمهات في الغالب ليبيات؟ هو شوف أغلبهم ليبيين فعلا هم اللي الأمانة اللي شفت مغلبهم في طبعا أفارقة لكن أغلبهم الليبية أمهات ليبيات يعني بنات صغار وكي يعني مش لكن أغلبهم ليبيين الأمانة. كويس. في الغالب في عملية الولادة هل تتوجه الأم يعني هنالك الجرأة وتتوجه الأم للمستشفيات العامة للمصحات الخاصة أم أن معظم هذه الولادات تتم في ظروف غير صحية في المنازل وغيرها يعني؟ شوف هم أغلب الولادات هي طبعا يا إما في الحوش أو في مكان هم يكون معد مسبق أو سامحوني فيها في المكانات زي مثلا المزينات الأماكن هي يعني اللي تقدر تخش المرأة يعني براحتها بدون ما يخش معها حد يعني قريب المزينات إيه. احنا طبعا ما بيش نخش هلبة في تفاصيل يعني ولكن هذا قد يجن لسؤال مهم هل تعتقد أن هنالك يعني محلات تزيين أو مزينات بالأحرى متورطة في استقبال يعني وتعامل مع مثل هذه الولادات بشكل سري بشكل غير معلن يعني فعلا إيه هو نبي مش نخش في هلبة في التفاصيل يعني احنا نقول هذه نقطة مهمة دكتور إيه لكن هو فعلا في يعني حتى في قصص يعني ممكن سمعتوها قبل نزلت إن في كذا مزينة وشدوهم الجهات المختصة يخدموا هي لو جي يعني كعملية ولادة لو هي طبيعية يعني ولادة طبيعية راهي ماهيش هذيك الموضوع الكبير اللي لازم يكون فيه دكتورة نساء أو هيك لأن هم غالبا الناس هي شنيد بيدير هو يبي في النهاية ينزل البيبي يعني بطريقة يعني مهماش هو البيبي عاش أو مات الأم في الولادة الطبيعية غالبا يعني مضاعفات تكون على البيبي أكثر من الأم فما يبيش دكتورة نساء وعمليات وقصرة يعني عاد زي ما قلت لك مثلا في مزين أو في العملية تتم في غياب الكادر الطبي وإحنا تو زمان قصدي لو زمان ما كانش في مستشفيات ما كانش وكان يولدوا الناس في الحياش عادي خبرة بسيطة تولد يعني هي اللي في النهاية الخبرة موجودة اشتراط وجود الخبرة فعلا إيه لكن هي لمن تمارس هذه المهنة يعني إيه لمن تمارس لكن هي نحكي لك أنت قلت لي مرات كيف يجيبوا في إمكانات يعني هي في النهاية الولادة الطبيعية هي اسمها ولادة طبيعية يعني ممكن تجيب مرة حتى بدون مساعدة حد فيا بال هي مثلا هذا في بعض الحالات دكتور ولكن الشائع اليوم الشائع اليوم موجود وانتشار العمليات القيصرية وأهمية وجود الكوادر الطبية هذا هو الشائع اليوم طبعا انت بتدير عملية قيصرية تبي عملية كاملة تبي دكتور تخدير تبي دكتور أطفال وتبي واحد مسؤول على التعقيم قصدي العملية تتم هذه العملية خارج المستشفيات والله أنا ما نبيش نتهم أي حد أو نبي زي ما قلت لك ما نبيش لكن في من ممكن أن تحدث خارج أسوار المستشفيات تصير طبعا والمصحات تصير طبعا هي عملية قيصرية خارج المستشفى في المصحات الخاصة في أماكن معدة تلقاها حجرة عمليات كاملة يعني مش شرط في مصحة يعني في دكاترة ممكن رافعين يدهم من ربي عندها حجرة عمليات كاملة في حوشة في سمحني فيها في استراحته في أي مكان ويقدر ينظم أموره طبعا الأرقام تكون مضاعفة يعني ممكن العملية القيصرية في أي عيادة ب 2000 جنيه ممكن هو يعرض من 5 إلى 10 آلاف جنيه هو زي الأم أو زي الرجل اللي صاحب المشكلة هذه يعني هو في النهاية يبي يغطي فضيحة ويبي يستر الموضوع فعشرة آلاف جنيه تعتبر لا شيء هو وعاد يصير التنسيق من تحت لتحت بالإمكان إجراءها في مراحل الحمل الأولى؟ لا هذاك الوقت يبدا اجهاض مش عمليه قيصريه يعني هو شوف تجرى مثل هذه العمليات عمليات الاجهاض تحديدا طبعا طبعا هي شوف الاجهاض مش شرط يكون دكتور ولا عمليه يعني حتى الصيادله ممكن يتورطوا في الموضوع هذا يعني ادويه الاجهاض موجوده في الصيدليات حتى سعرها مش غالي يعني يقدر يمشي لاي صيدليه ويشتري منها طبعا هم المفروض ادويه الاجهاض بالذات تباع في الصيدليات لكن لازم زي ادويه الاعصاب يعني لازم تكون بوصفه مختومه اوكي لكن يعني يقدر مثلا لي صديق عنده او شيء يقدر يمشي يشريها انا شخصيا قبل يجوني اتصالات يعني وين ممكن نلقى الدواء هذاك لما تسال يقول لك لا نبي لي موضوع ثاني هو طبعا واضح وما عندهش الا استخدام واحد يعني كويس فهمت لكن زي ما قلت لك مش شرط راهو عمليه في البدايه في الشهور الاولى ممكن تكون اسهل للمراه وطبعا البيبي في جميع الاحوال حيكون متوفي او ما يكونش اصلا تشكل يعني ممكن يكون بعيد عنك يعني طروف صغيره يعني او يعني دواء من الصيدليه ينسق مع الصيدلي بتاعها وتاخذ الام هذه الدواء ويطيح البيبي وخلاص يعني
كويس. يعني بالعودة إلى الرقم الذي تفضلت به دكتور من 50 إلى 100 ولادة غير شرعية في السنة، ومع انتشار عمليات القيصرية في ليبيا وأهمية وجودها، يعني ألا يؤشر هذا لتورط ربما أطباء توليد كثر في عملية الولادة؟ زي ما قلت لك أنا ما بديش نغرق هلبة، لكن هو الـ على فكرة مش حتى الأطباء الليبيين وكرر بأنه كثر، يعني كثر يعني منتشر موضوع التوليد خارج نطاق المستشفيات والمصحات اليوم، خارج بالنظر الى الرقم الموجود وبالنظر الى انتشار العمليات القيصريه واهميتها في ليبيا. يعني حتى لوجيك، يعني حتى بالعقل مش كلهم يعني يجيبوا طبيعي، مش كلهم في حاجات، في يعني مثلا بيبي 4 كيلو هذا قصدي طبيعي ما يمشيش، والام غالبا تكون بكر هي اصلا، فمش حينزل بيبي حتى الولاده الطبيعيه اليوم مستصعبه في مستصعبه هي اصلا في هذا الوقت الحالي. فعلا هم زي يعني وجود الكادر الطبي اصبح شيء ضروري، شيء ضروري. لكن زي ما قلت لك مثلا زي بيبي 4 كيلو وتجيبه ام بكره صعب، فهذا اكيد في شغل طبي في الموضوع، في دكاتره يعني فهمت علي ولا؟ يعني في دكتور خاش في الموضوع، موضوع ان في دكاتره مدايرين، انا ما نتهم حد ومو مبرر حد في نفس الوقت، لكن في الموضوع هذا. احنا سامحني البلاد منتشر فيها فساد هلبه، يعني مش غير الموضوع الطبي، احنا ممكن القانون مع شرادع زي قبل، خلينا نحكوا بالليبي يعني احنا البلاد نتوى شويه القانون فيها ضعيف، فالموضوع هذا مع شويه اغراءات ماليه يتم بكل بساطه يعني. كويس، تردكم ربما معلومات وبلاغات عن وجود مزينات تمتهن هذه المهنة؟ أنا ولا قبل شفت قصة يعني انتشرت هي فترة يعني شدوا كذا حد ممرضات يعني وتمريض اشتغلوا المهنة هذه والقابلات، يعني مثلا نقول القابلات هذم اللي يبدو عندهم خبرة كبيرة هلبة في التوليد، أو حتى دكتورات نساء أو حتى دكاترة مش شرط يعني. لسنا ضد عملية التوليد في حد ذاتها، وإنما أنا نحكي بشكل عام خارج نطاق المستشفيات. فعلا هو الموضوع هذا يختص أكثر شيء بالتخصص النساء والولادة يعني فهمتها. لكن زي ما قلت لك في ناس خشت المجال هذا واشتغلت، في ناس تقومون بالتعاون والتبليغ عنهم كأطباء يعني. هو مرات أنت ما تصلكش المعلومة يعني، إحنا كأطباء ما تقدرش في حال وصلت المعلومة ستقوم بالتبليغ. طبعا بتبلغ فهمتها، إذا كان مش خايف على روحك. وفي تكتم في الجانب الطبي في عملية الإبلاغ يعني. شوف أنا ولا الأمانة يعني أنت ونعرف هل بتكاترة وخدمت لي فترة ممكن 7 أو 8 سنوات في المصحات وفي المستشفيات، الأمانة هيك شخصيا حد نعرف دي الحاجة ما قابلنيش، لأن الناس لا تخاف يعني الطبيب في النهاية يخاف على سمعته، يخاف قانونا موضوع حتى شرعا يعني حرام، فاللي بيدير الحاجة هذه مش حيبان لك طول يعني على الشاشة، لكن هو فيه ويصير يعني. كويس. عملية الولادة بشكل غير شرعي داخل المصحات اليوم موجودة، وبالتالي يعني يستوجب على من تقوم بعملية الولادة أن تدون كل عمليات كل البيانات الشخصية في الاستعلامات يعني، وبشكل إجباري. هو شوف لماذا لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات؟ شوف هو الروتين تتم الولادة وتخرج الجانية دعنا نقول دون أي ملاحقة أو أي تبليغ. شوف هو الروتين اللي مفروض يندار يعني في حالة الولادة، طبعا أنا طبيب أطفال في النهاية لكن أحكي لك على الإجراءات القانونية اللي يشوفها يعني شين يصير. طبعا هو مفروض ما تقدرش تستقبل أي حالة ولادة إلا ما يكون الزوج حتى الأخ والأب لارة يعني، إلا لو مثلا جابوا عقد الزواج وهكي، لكن مفروض يجي الزوج بعقد الزواج متاعه واضح أو بكتيب العائلة وتخش المرأة وتتم الولادة عادية، وأصلا إحنا من بعد يولد البيبي ممكن بربع ساعة أو نص ساعة نبدأ في تسجيل البيانات يعني، ناخذه في اسم الاب واسم الام وتسجلوا ساعه الولاده وتاريخ الولاده ومحل الاقامه وكل شيء يسجل. لكن لو في مصحات تسمح لامراه تخش لمستشفى بدون مثلا مرافق او بدون اي اوراق، هذه تتحمل مسؤوليه مهما كان، هذا اصلا يعتبر خطا قانوني حتى لو الولاده شرعيه او المراه متجوزه والامور طيبه. يعني انت المفروض ما تستقبلش حاله ولاده الا شيء اسمه الا مثلا مسجل كل شيء. جاتك حاله مثلا لا قدر الله ولاده في السياره، ولاده يعني كيف خشت المصحه صارت الولاده او المستشفى، انت هذا بيخدم عندك الجانب الانساني يعني، في النهايه حتنقذ. وجود العقوبه القانونيه والشرعيه قد يجعل الجانيه تتخوف من التوجه للمستشفيات، فهذا اللي يصير. هذا اللي يصير، هذم لما يبدا يخافوا من الموضوع القانوني عشان حيديروا ما عندهمش الا حيله واحده، لا زوجي مش قاعد، انا جاي معي اخوي ومع الوراق تو نجيبهم
ومرات في خلال يوم أو هيك تلقاهم مانعين يعني يهربوا. الولادة خارج أسوار المستشفيات والمصحات الخاصة كيف يمكن أن تؤثر صحيا على الجانية وعلى المولود؟ هو طبعا أي ولادة احتمال يصير فيها مضاعفات سواء الأم والبيبي. طبعا زي ما قلت لك للطفل أكثر، زي ما قلت لك الأم احنا عندنا أكثر حاجة تصير اللي هي مثلا النزيف اللي بعد الولادة هذا. في أمهات يجيبوا في المستشفيات وبرعاية طبية كاملة ويتوفوا. يعني هذا نحكي لك على الحالات العادية، يعني يبال مثلا تجيبها في مكان عادي أو في الحوش ما احتمال كتير. فالموضوع على ما توصل حتى لوفاة الأم. والحاجة الثانية طبعا الجنين أو البيبي أو من يستقبل فيه بروتوكول عالمي المفروض ينضل لكشف كامل أول ساعة بالذات. أول ساعة هذه غالبا العين لو ما رضعش يخش في هبوط في السكر، لأن هو نهاية الجو ممكن يكون بارد. ثاني حاجة لازم يرضع، يعني في خلال نص ساعة لازم يرضع البيبي، لو ما رضعش يخش في هبوط، يخش في هبوط ممكن حيموت. ففي مضاعفات هلبة. هذا علاش مرات أغلب البيبيات اللي يلقوا فيه مرات يلقوا متوفي، مش متوفي لأن مرات متوفي من ساعة الولادة نفسها راه غرهم ما في ساعة الولادة دكتور. ولكن لو تسألنا عن الخطر المباشر الذي يعني يصاب به الطفل لحظة رميه على قارع الطريق، تو نجو لموضوع ان البيبي زي ما قلت لك لو هو ما دلاش كشف كويس حطوه في كرتوني زي نقوله ومشي نحط في قدام جامعة وهكي، اول حاجة حتهدد في اول نص ساعة هي هبوط السكر. العين مرضاش ممكن حصل صقع ذات فترة تشتهي توا، فأول شيء حيخش في هبوط ويتوفى. هذه أول شيء. ثاني حاجة ممكن قصدي يصير لأي موضوع تاني من بعيد عنك، حيوانات مفترسة أي شيء يعني، فهمت؟ هذا موضوع كموضوع طبي يعني. الحاجة الثالثة إجراءات مثلا متعلق بالطقس، يعني الصقع هو حتى السخونة طبعا. هم الصغار يتأثروا هلبة بالحرارة أو بالبرودة يعني. يعني العين جسمه ما هناك شيء يعني يتأثر ثلاثة مرات أضعاف الكبير يعني. فأنت لو حطيته في مكان مسقع حيسقع أسرع من الكبير بثلاثة مرات، ولو حطيته في مكان سخون حيسخن أكثر ثلاثة مرات. السخونة تركب له حرارة ممكن تسبب له تشنجات أو يموت، وفي نفس الوقت البرودة ممكن تدخله في هبوط سكر وصل تشنجات ويموت. وصلتكم حالات لأطفال وجدوا مرميين في القاع الطريق أو في أماكن مختلفة يعني؟ وصلونا هلبة يعني، أنا شخصيا يعني شفت هلبة حالات. شفت هالبحالات هي اللي سبحان الله يعني في حاجة تصير الأطفال هما غالبا طب يجيبوننا فيهم بالعناية، هما يجيبوننا فيهم العناية كنقول مثلا العناية المستشفى الطبي يعني. اسمح لي دكتور، هل مثل هذه الحالات يمكن التعرف من خلال رؤية الطفل لأول مرة عن طريقة ولادته قيصرية أم طبيعية؟ هو شوف الولادة الطبيعية تبان عندنا حاجة تبان في رأس البيبي، يبدأ طايب رأسه من فوق يعني نقول يعني رأس البيبي من فوق نتيجة الضغط وطالع من الرحم تصير زي البقعة الحمراء يعني يبان إن هو مولود طبيعي. لكن في علامة تصير هلبة التي تصل في ولادة طبيعية وقصرية، والله نقول لك طبيعية أكثرها يعني طبعا لما يبدأ في موضوع قيصري يبان في علامة تبان في وجه البيبي مرات يبدأ ومفتحه ويجبدوه يستك احنا نقوله في زي الفورسبس يعني زي الحديدتين يجبدوا بيهم فيبان. طبعا لما يجيك بيبي في العلامة هي معناها هذا شغل دكاترة مش شغل ناس عادية يعني. وزي ما قلت لك وليبدأ مثلا راسه طايب يبان يعني ان هو مولود ولادة طبيعية. ممكن تقدر حتى عمره تلقى هذه اللي تسكرنا في الحبل السري تلقاها قاعدة جديدة وتلقى وغالبا مش مسكرة الكليبسات زي متاع المستشفى يعني. مرات بخيط مرات بين حاجة. لو لقيت مثلا كليبسات زي ما قلت لك يبدأ بشغل مستشفى مو شغل أو شغل دكتور مو شغل ناس عادية. كيف يتم التعامل مع الحالة فور وصولها للمستشفى؟ هو احنا كأطباء يعني حتى منبهين علينا احنا ما غالبا ما ندخلوش هلبة في الموضوع هذا. يعني يجيني طفل كان على قارع الطريق أو ملوح قدام جامعة أو شيء، أنا اللي حنديره أول شيء طبيا لازم نتأكد ان البيبي سليم ما فيش تشوهات، حنتأكد من السكر متاعه، حنتأكد ان هو يرضع كويس، ركبوا له في مجمع، نسحبه في شوية تحاليل تأكدوا مرات حتى غالبا ما تندريش عن ظروف الحمل مرات في التهابات مرات في حاجة في تطمن على البيبي وتأكد من رضعته. إجراءات عادية؟ إجراءات عادية جدا. إجراءات استثنائية تتعلق بعدم وجود متابعة في فترة الحمل يعني. طبعا ايه في زي ما قلت لك حنسحبوا شوية تحاليل ركبوا في مجمع نعطوا في سوائل تحليل هذا نطلبوا تحليل بتاعت فصيلة الدم تحليل بتاع الثلاثية عن أمراض الوباء الكبدي والإيدز وهكي وفي نفس الوقت نشوفوا سكره ونطمنوا عليه يعني
إذا كان عنده التهابات أو شيء، ويقعد نين يبت فيه الموضوع في المستشفى، يعني في الجهة القانونية اللي في المستشفى هي اللي بعدين حتتصرف الموضوع هذا أكثر شيء. والإدارة المستشفى تقوم بتسليمه مباشرة قانونيا وإجرائيا إلى الجهات المسؤولة. مفروض هو 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 غالبا إحنا جت فترة أن يكلموا فينا يعني الإدارة لو في حد بيكفل أو شيء. ممنوع طبعا تسليم البيبي، يعني خذ يجي الكفيل هذا ويجي الإدارة القانونية في المستشفى ويتم الإجراءات يعني. كويس. تفاصيل أخرى سنتعرف عليها في ختام حلقة اليوم دكتور زياد، ولكن قبل ذلك وبعد الفاصل ستكون معنا من طرابلس الأستاذة سوسن حنيش، الأستاذة بكلية الآداب وأيضا المهتمة بشؤون المرأة، للحديث عن هذه القضية تحديدا من بعد آخر، فابقوا معنا. أهلا بكم أيها الأكارم من جديد في الجزء الثاني من حلقة اليوم برنامج بدون تأليف، وتنضم إلينا مباشرة من طرابلس الأستاذة سوسن حنيش، الأستاذة بكلية الآداب والمهتمة أيضا بشؤون المرأة. أهلا بك أستاذة سوسن. أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدينا الكرام. أهلا بك. بداية وفي هذه القضية من بعد ربما أسري واجتماعي إلى حد كبير، من المتورط الأبرز اليوم في استفحال هذا الجرم إذا صح التعبير؟ طبعا هناك عدة عوامل، دي ما احنا لما تصير اي مشكلة اجتماعية او ربما المشكلة تتطور من موقف الى مشكلة الى ظاهرة، عادة لا نشير بأصبع الاتهام الى عامل واحد فقط من العوامل التي تؤدي الى هذه المشكلة، لكن مجموعة عوامل قد تتداخل وقد تتراكم وقد تتشابك فتحدث منها احد المشكلات الاجتماعية اللي يعاني منها سواء الأفراد أو الجماعات أو المجتمع بصفة عامة، وقضيتنا اليوم هي قضية فرد وجماعة ومجتمع في نفس الوقت. لو بدأنا في ذكر أو سرد هذه العوامل أو بالأحرى هذه الأسباب من البداية، الأسباب المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة أو هذا الجرم تحديدا. صحيح. في البداية ربما أني نشير إلى موضوع التنشئة الاجتماعية، إلى عمليات التطبيع والتطبع الاجتماعي منذ بداية تكوين الأسرة، الأسرة التي يسود فيها التفاهم وطرح المواضيع للنقاش، طرح المشكلات من بدايتها سواء مشكلات مدرسية، الأب للمدرسة، زميلتي زميلي في المقلمي كراستي، تطرح على بساط أحمدي في المنزل في وجود الأب والأم. وطبعا احنا في ليبيا في مجتمعنا الليبي الأم مناطة بالموضوع هذا أكثر كثير من الأب، فهذه بداية الأصبع الاتهام أن التربية لم تكن تربية فيها طرح مواضيع للنقاش وللتفاهم وطرح وجهات النظر يعني بين الطفل، ديما هذا صغير اسكت لا ما تديرش اطلع حول امشي، الآت بتاع التربية هدية اللي تخلي الطفل او الطفلة غير قادر على ايصال ما اللي يصير لها في اليوم خلال اليوم. يعني المشكلة الاولى تكمن في التربية، هذه رقم واحد بالفعل. تنشئة عمليات التطبيع والتطبع الاجتماعي هذا اللي تحتاج لوقفة، وانا ديما نقول للأسف مناهجنا ودروسنا ومدارسنا وجامعاتنا وثانوياتنا تأهلنا لنكون دكاترة كويسين ومهندسين كويسين وأساتذة ومعلمين وناس أروع ما يمكن ربما في مهن مختلفة، ولكن ينسوا فيهم حاجة مهمة جدا 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 اللي هي ينسوا أنهم يأهلوا الأولاد والبنات على أنهم سيكونوا أباء وأمهات في المستقبل، ما علمهمش كيف في الحياة الزوجية، كيف يعلموا صغارهم، كيف يربوهم، كيف يكبروهم، ينشؤوا هيك بالفطرة. الأم اللي كانت تعرضت لعمليات تعنيف تكرر عملية التعنيف والعنف لا يولد إلا عنف، وتكبر صغارها وتعلمهم بالعنف وبالتكشيخ وبالضرب وما تسمح لهمش بطرح أي اختلاجات. مرات الأم البنت أو الطفل يبي يقول حاجة الأم، لكن لانشغالات الحياة بالمطبخ وبتوتيل الغداء وبالموبايل اللي في ايدها ومنجوع للموبايل بعدين قصة تانية وبالتليفون مع أختها ومع صاحبتها، الطفلة تبدأ تجري بجرة أمها تبي تقولها حاجة، ربما راح تكون حاجة كبيرة جدا جدا جدا، لكن لما ما تلقاش أذن صاغية
من أقرب وحدة في الحوش اللي ممكن تكلمها على شجونها وعلى عوارك نفسها من داخل مرة واثنين وثلاثة، فتنسحب من الحديث مع الأم وطرح ما يختلج نفسها وتدور غيرها. غيرها هنا إشارة الاستفهام الكبيرة الخطيرة. وسنتحدث حتى عن الوسيلة للوصول إلى غيرها كما ذكرت للسادة سمسن. فهناك مشكلتان رئيسيتان بحسب ما ذكرت في هذه الأثناء، مشكلة أسرية سلوكية فيما يتعلق بالتربية الأسرية، وأيضا مشكلة عدم وجود أو عدم الاهتمام بهذا الأمر في المناهج أو في المدارس. أكيد. ولكن إذا ما تعمقنا في طرح هذه القضية بشكل يعني واضح أو بشكل أوضح إذا صح التعبير، معظم هذه العلاقات وكما ذكر الدكتور بحسب الأعداد الموجودة مبدئيا لأمهات ليبيات، والظاهر أن عملية الحمل لا تتم يعني بالغصب على الشاب أو على الشابة، وإنما تتم نتاج عوامل يعني عديدة، من بينها الدخول في علاقات محرمة خارج نطاق الزواج الشرعي. السبيل الأبرز لوجود هذه العلاقات هو انتشار السوشيال ميديا اليوم. نعم. كيف ترد على الحقيقة القضية هذه؟ قضية الأطفال الشرعيين قد تحدث نتيجة الاغتصابات الغير مرغوب فيها من طرف المرأة، وهذه حدثت. قد تحدث بسبب زي ما قلنا احنا برامج السوشيال ميديا، الرفاق السوء، بسبب تسهيل الموضوع، هو بدايات الموضوع هو يعني لما والله واحد بعت حدف ورقة فيها رقم تليفونه لطفلة لمراهقة لكذا، تستسهل في البداية، ودي هي نكلمة وانا ما نقولهاش اسمي، هذه الخطوة الأولى اللي هي ترفعنا إلى الجريمة الكبرى، إلى جريمة قتل وزهق الأرواح. يعني في الأول هي يقولوا أكبر النار من مستصغر الشرر، تكون الشرارة صغيرة جدا جدا جدا، ربما تأخذ على سبيل اللهو والبصارة والجو والقيسطو، وتسهلها لصاحبة وصاحبة السوء طبعا، ويسهلها زميل السوء، ويسهلها التربية، ويسهلها أيضا أستاذة يعني من تغاضي الأم والأب أولياء الأمور اليوم عن وجود يعني الهواتف الذكية وكل مواقع التواصل الاجتماعي بين أيدي أبنائهم وبناتهم اليوم دون حسيب ولا رقيب. نعم نعم. يعني مسؤولية هذا الأمر والله كم تعطيه في نسبة تسببه في هذا الجرم؟ يعني اليوم تخلي الأم والأب عن أبنائهم وعدم متابعة الأم والأب للأبناء فيما يتعلق بوجود يعني مواقع التواصل الاجتماعي في غرفهم وإلى ساعات متأخرة في الليل. هذه الرقابة اللي قلنا عليها اللي لم يؤهلوا عليها بأي شكل من الأشكال، لا من جمعيات المجتمع المدني ولا من المدارس ولا في الجامعات ولا حد دير لها اهتمام. الحقيقة ربما بعض البرامج الإعلامية اللي تدفع إلى تنبيه أولياء الأمور على مواضيع زي هذه، على مواضيع التطبيع والتطبع الاجتماعي، وأنا لك برامج تشجع الصوصة صحيح إلا ما رحم ربك يعني. لكن في الحقيقة هو لازم تكون هذا موضوع مقنن، يدخل في المناهج، يدخل في المناهج بطريقة صح. يعني العالم سيسحبنا إلى السلبيات، العالم راهو يحارب في كثير من القيم والنظم للمجتمع الآخر، ما هذه الحرب الجديدة، يحاربوا قيمك ويحاربوا معتقداتك ويحاربوا دينك ويحاربوا سلوكك ويحاربوا مميزاتك، لكن هم لا يرضوها لنفسها. على فكرة على كل الأديان لا ترضى جرائم الزنا ولا ترضى هتك العرض، يعني ما هم جريمتين، راهي الزنا حاجة وهتك العرض حاجة، هتك العرض بالاغتصاب اللي غير اللي بعدم رضا أحد الطرفين ديما عادة نعتبرها المرأة أو الأنثى، لكن اللي هو الزنا اللي يعتبر بموافقة الطرفين حتى لو مش موافقة حقيقية، هي جت بال زي ما نقول احنا يضحك عليها أو سحبها، لكن هي فيه حيط جدار مانع أول اللي هو حيط الأسرة. الأمة هي لو تسمع وتنتبه وتشوف لن يخترقها حد، لكن الأم الغافلة اللاهية، الأم اللي غير لا مسؤولة، الأم اللي المفروض ما تكونش أم،
هذه هي اللي يسحب من تحتها البساط. إلا طبعا نتكلموش على جرائم الاغتصابات وهذه العرض اللي الفوقية. كويس، نتطرق سادة سوسن إلى مسببات أخرى وقد تخفى على كثيرين هذه المسببات، وهي مهمة جدا، وجود ربما منظمات قد تكون محلية وقد تكون أجنبية تشجع على مفاهيم ربما قد تكون دخيلة على المجتمع، من بين خصوصية الشاب وخصوصية الشابة، والأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان أن تتابع الأم والأب هؤلاء الشباب أو الشابات أبنائهم يعني في هذه المرحلة العمرية، بذريعة عدم الرغبة في التدخل في مثل هذه الخصوصيات. هذا الأمر تشجع عليه اليوم منظمات دولية موجودة فعليا من خلال برامج ربما إعلامية أو من خلال وجودها كمنظمات مجتمع مدني، تشجع على مصطلح الخصوصية في ليبيا. نعم، عندي حالة قريبتي جدا تعيش في دولة أجنبية، عندها طفلة صغيرة تلعب في لعب جيم على الـ على الـ على الـ على النت. قالت الأم أني لاهية بحدها في المطبخ، سمعت دعاية إعلانية فصل اللعبة، طبعا هي فاصل بتاع الإعلان هدايا، يتحدث عن المثلية وعن حرية الممارسات الجنسية المثلية أو الممارسات الجنسية بصفة عامة، وغير كان الموضوع هذاك يتكلم عن المثلية. فقالت وقفتك نسمع في الواحد، قالت لقيتها دعوة إلى الموضوع هو. قالت خديت منها البنت بطريقة أو بأخرى، قالت خديت منها اللعبة، مشت البنت تكمل في واجبها، قالت واني خشيت للعبة نلعب فيها نبي نشوف الإعلان من أوله. فقالت لم يظهر لي الإعلان، طلع لي الإعلانات بتاع مطبخ بتاع معين بتاع ورد بتاع كولونيات بتاع كوزماتيكس، لكن قالت ما طلع ليش الإعلان هذا. فقالت لما روح زوجي قلت له صاير وصاير وصاير، إلا مش معقولة، هيا نجربه، خشوا للعبة تاني ما طلعش الإعلان. تاني يوم البنت قعمزوا وانتبهوا لها، أول ما البنت قعمزت ولعبت اللعبة اطلع الإعلان. الناس تشتغل على تكسير قيم، فهذه واحدة من خطوط من المراحل العمرية الأولى للأطفال، يعني راهو مخترقين، رانا مخترقين. نعم. مخترقين في كل شيء، وهذه ربما تكون مسؤولية متابعة الأسرة. ولكن سادة سوسن، وجود منظمات يعني متغلغلة اليوم في ليبيا تنشر ثقافة الخصوصية والتعبير والتحرر والانحلال، هذه قد تكون مسؤولية الدولة سادة سوسن. صحيح، هذه واحدة من الأشياء اللي جبتها كمثال، لكن ما هي هذه منظمة، هذه جمعية، جمعية المثليين تخشى ودافعة فلوس على السوشيال ميديا باش تخش الإعلانات وتختار تختار مستمعيها وروادها على فكرة بعناية، لدرجة أن كاميرات المراقبة لما تلقى الأم والبو تجبرهم في دعايات ما يحتاجونه، لكن لما يكون في طفل تاخد على الانفراد وتحط له السم في الدسم وهو يلعب في لعبة، تحط له على العلاقات المفتوحة، على العلاقات المثلية، تحط له على أي شيء هي تبي تسوقه. فهي هذه خطورة ونجح في ذلك إلى حد كبير، لأن بعض الأسر قد ما يقدروش يتابعوا التطور الجديد في التقنيات، لكن أيضا زي ما قلت هي أيضا أهمية مهمة الدولة ومهمة أجهزة رقابة. كويس، فيما يتعلق بوجود الرادع أستاذ سوسن من عدمه، يعني اليوم عندما تعلق يعني عندما نتحدث عن غياب ربما القانون وغياب إقامة الحد، كلمة إقامة الحد اليوم في المجتمع أصبحت غير مقبولة، كلمة إقامة الحد على الزاني والزانية أصبحت غير مقبولة في ظل انتشار المنظمات التي تدعو إلى الانحلال وإلى التعبير عن الحرية الشخصية. نعم. فكيف يمكن أن نعزز مثل هذه المفاهيم وأن يكون للدولة دور واضح في وجود رادع قد يحد بشكل كبير من انتشار هذا الجرم؟ عزيزي سهيل، مازال قيام الحد أو قامة الحد على الزنا الآن في طرابلس لحد الآن، وقاعد بشهوده، يعني يشهد له ويجمع له وينادى عليه، وتجلد الزانية والزاني في الآن مجمع المحاكم من مدة بسيطة. أنا خاتمة مغادي لقيت أن دعوة لإقامة الحد، طبعا أنا متطوعة أيضا في سجن النساء لحالات سجن النساء، وطبعا قاعدة نشبح في الحالات التي يقام عليها الحد وترجع للسجن. طبعا الحد يقام، ولكن
من الصعب أن تضع شرطي وراء كل مواطن ليبي باش تشوفه ما يخنبش وما يكذبش وما ما صعب. لكن لو رجعنا للتربية وللتهذيب ولكتب التربية الإسلامية والهدي الإسلامي والبرامج التثقيفية والتوعوية، يعني ربما احنا برنامجك هدايا قد لا يعجب كثير من الناس، يقولك فتحوا موضوع ما كان أن يفتح على الإعلام وعلى العلن، بل بالعكس إذا أردنا أن نداو حبة أو زي ما يقولوا أكرمكم الله جيحة، لازم نفتحه والطبيب يخش بأجهزته وبأدواته ويفتح ويقص ويداوي ويعصر، وهذا فيه مؤلم. إذا نألم ولكن اليد تنجو من البتر وتنجو من القطع. أيضا نفس الشيء ربما غياب دور الإعلام، غياب دور الإعلام السادة سوسن في عملية التوعية جعل من هذا الموضوع أو طرح هذا الموضوع على الشاشة أمرا مستغربا إلى حد كبير. يعني صحيح، أنا صراحة يعني أحترم جدا مواضيعك ومواضيع اللي طرحها البرنامج بكل أفراد البرنامج أو عناصر البرنامج، واللي من أهمها مثل هذه المواضيع. عندنا مواضيع مسكوت عنها، عندنا التحرش مسكوت عنها، عندنا العنف طرحت حضرتك وكان مسكوت عنها بطريقة أو بأخرى، على الأقل ما كانوش يجيبوا سيدة وتوقف وتقول أنا تعرضت لكذا وكذا وكذا. نفس الشيء هالمواضيع هدية الحساسة، يجب أن لازم نعلم ولدي كيف ما خليش يتعرض للعنف، كيف ما بنتي متعرضش للتحرش الجنسي، ولو تعرضت أو لو شمت ريحة التحرش الجنسي شن تدير، كيف تنادي، شن تقول، وين الأماكن اللي المفروض ما تمشيلهاش، شن تدير. هذه كل هذه كان مفروض يعني تتعلم في الأسرة زي ما قلنا في عمليات التنشئة الاجتماعية، ولكن أيضا يجب أن يطرحها الإعلام الجريء اللي يعني أحييك فيه. موضوع مهم جدا راهو موضوع يا ناس الأطفال الغير شرعيين، ماذا بينا ننقصوا من هالموضوع هدايا، مش نشبحوا في السوشيال ميديا ونشبحوا في البرامج ونشبحوا في بناتنا في الجامعة عشان تلبس وتجي في ملابس دير روحها متحجبة لكنها في الحقيقة لابسة ملابس يعني الله المستعان داخل حرم جامعي. الأولاد والبنات احنا ديما نحطوا في موضوع الأطفال غير شرعيين للمرأة ونوجهه ونقوله هي كذا كذا كذا، هو الموضوع له مسببات كثيرة، يعني اللي هو مدان به الطرفين، مدان به المرأة زي ما مدان به الرجل 50% 50% يعني. لكن عندنا علم اسمه علم نفس الضحية اللي يقولك في مرات كثيرة الضحية هي الجاني، كيف يكون ذلك؟ يعني لما بنت تلبس ملابس من غير مؤاخذة يعني غير لائقة وتطلع في مثلا في منطقة مشهود لها بالجرائم ولا مشهود لها بالسوء السلوك ولا فيها ناس بيعمز تتعاطى ولا تسكر وليه وماشي الله يبعتتها أمها للدكان، هذه راهي هذه مش ضحية، هذه راهي مجني عليها، مش مجني عليها، هذه قصدي هذا مجني، يعني هي التي دفعت الآخرين للاعتداء عليها. أنا لا أبرئ الجاني، أنا لا أبرئ الجاني مرة ثانية، فلكن أقول لا ترموا بأنفسكم أو لا تلقوا بأنفسكم للتهلكة. يجب أن بقدر ما أنا أرى في نفسي وفي بنتي وفي ولدي في الحوش أنهم لا يتعرضوا، أحميهم من التعرض لكل الموبقات اللي موجودة في الشارع. أيضا وهذا التحدي الأبرز اليوم السادة سوسن للأسرة، يعني كيف يمكن أن تقوم الأسرة سواء الأب أو الوالدة أو ولي الأمر بشكل عام بتقنين عملية استعمال الهاتف الذكي اليوم لساعات متأخرة؟ هنالك سهولة يعني كبيرة في تواصل الشاب والشابة خارج نطاق الزوجية إلى ساعات ليل متأخرة، وهنالك استسهال اليوم من كثير من العائلات من وجود هذا الأمر فعليا داخل غرف أبنائهم. بالله عليك يا سيد سهيل، خليني بكل حرقة أن نتوجه الآن لأولياء الأمور لكل السادة المسؤولين على تربية الطفل، سواء كانوا أباء ولا أمهات ولا قادة كشافة ولا قادة أي حد مسؤول على تنشئة الطفل. بالله عليكم الأجهزة الذكية هذه قيموها من صغار. الأجهزة الذكية ما هيش بيبي ستر تحطها لعيلك باش يسكت وباش فكونا من عياطه أعطيه موبايلي، أهو خذ موبايلي، أهو موبايل مهم ما يمسوشي لكن موبايل أمي تقعمز. بالله عليكم الأخطار الشديدة جدا اللي يتعرض لها الطفل أبدو من الموجات الكهرومغناطيسية اللي يتعرض لها جسمه، ممكن يتكلم فيها دكتور زياد أكثر مني وأكثر مني في عليها الموضوع حدايا، إلى ما يتعرض له من مساوئ تحط السم في الدسم فصل الأجهزة هذه. لما تحطه صغير وتعطيه الجهاز يلعب به
ويعرف والله فرحان يسمع عرف صوت صورة خالته وعرف رقم عمه وعرف عمتها. بعدين شو بتدير لما يكبر؟ المفروض الأجهزة هذه لم تمنع منعا باتا على الصغار حتى للمرحلة الإعدادية. المرحلة الإعدادية وبتقنين باش تقدر نسيطر. لكن انت هو عمره 4 شهور هو 3 شهور كيف بادي يتعلم؟ غشوا شوفوا كيف جاي كيف مرد جاي للموبايل، غشوا كيف اعطيناه المفاتيح واللعبة البلاستيك ما باش يجيها، الموبايل البلاستيك ما باش يجيه وموبايل بوجه. انت تتفاخر بشني؟ تتفاخر بانك انت تلقي لولدك طعم سائغ في مشاكل لها اول ما لهاش اخر. بعدين كيف لما يفتح عينه ويتعلم كيف يخش للمواقع كويس. المواقع الاباحيه راه يوم تشهد عليهم جلودهم ويديهم وعيونهم بما كانوا يفعلون. راهو كانت عندي حاله في المدرسه الابتدائيه باختصار زمان الولد باختصار الطفل صف 5 كان يدير فيها يعني اسلوب سيء جدا او ايحاءات خلينا نقول لك بين قوسين عذروني جنسيه. فلما الولد فتحته كدراسه حاله لقيته يسمع ويشبح في حوشهم اشياء يعني بالله عليكم كيف؟ بالله عليكم كويس. استاذة سوسن مسؤوليه يعني مشتركه تقع على عاتق الام والاب او الاسره بشكل عام وايضا الدوله وربما طرفي هذه الجنايه، ولكن في النتيجة يعني تقع الفاحشة وتقع الكارثة ويولد المولود الغير شرعي، يلقى على قارعة الطريق أم يسلم إلى المستشفى، ثم يمر بمراحل عمرية مختلفة من بينها الطفولة والمراهقة. فهذه المراحل العمرية وهذا الطفل الذي ولد بشكل غير شرعي وخارج إطار الدين والعرف وخارج إطار الزواج الشرعي، كيف يمكن أن يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها؟ لا في على هذا الطفل والطفلة يحمل جريرة ليس له ذنب فيها، يحملها على كتفيه طول عمره. نعم. طفل مجهول لها أبوين، يعني هو احنا أطفالنا عاديين ويعرفوا أبوهم ويعرفوا أمهم، ومجرد عركة بسيطة بين الأم والأب تلقاهم صارت لهم مشكلات نفسية ومشكلات اجتماعية، واحد اطلع متعقد وواحد اطلع يعاني. فما بالك لما تفقد تليفونك موبايلك اللي فيه الأرقام، تحس روحك أنك أنت فقدت نفسك وفقدت هويتك. هل يمكن أن الواحد يحط نفسه في مكان شخص اطلع للحياة كتب عليه طفل غير شرعي، ولما ينهار اللي يجيه يخطب يقول الولد كويس ويا سلام عليه ولد عيلة ولد ناس، ونهار اللي يجي يتقدم لخطبة بنتك بمجرد ما تسأل عليه وتلقاه ولد كان منشئة في دار الطفل وتم دار رعاية البنين، تقول طفل غير شرعي ما نعطيش بنتي كيف وهو من شيء. هل من السهولة بمكان يعني هذا الضحية وهذه الضحية أن يكون عنصرا فعالا عاديا في هذا المجتمع باختصار؟ نعم جدا. أطفال كثير من الأطفال اللي عندنا كبروا والرجالة وخشوا يعني كانوا مسكورة على فكرة مراكز عندنا في 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 أماكننا في خلينا نقولوا في وزاراتنا وأماكننا الإدارية كثير من الناس ومعلمين وهم راهو نساء ورجال كانوا منشأهم دار الطفل ودار رعاية البنين ودار رعاية البنات. الموضوع مش وين يتربى، الموضوع كيف يكون هو قوي أو يلقى حد قوي أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وناس محيطين به في البيئة ياخذوا بإيده ويسكر عيونه على كل التنمر اللي يصير له في حياته وعلى كل السخرية اللي تصير له في حياته، وينهج نهج صحيح قويم يكون يعني بداية العلم ونهايته بإذن الله يعني ليس من الأقرب هذه الدائرة. ليس من الأقرب في 30 ثانية سادة سوسن أن تكون هذه الضحية هي ربما الأقرب إلى وجود مشاكل نفسية تعاني منها خلال المراحل العمرية المختلفة، وأيضا قد تكون الأقرب إلى الانحراف. هذا المفهوم خاطئ. لا مفهوم هذا خاطئ. أشكرك. رغم أن في ناس كثيرة تقول لك هذا يعني زي ما يقولوا فيها يعني هذا لا يول زي ما العنف لا يولد إلا عنف، أيضا الناس هدومية حيكرروا نفس المأساة، أبدا هذا مفهوم خاطئ. زي مفهوم نظرية لومبروزو ماليش علاقة، هو كيف أنت تصنع نفسك وكيف يصنعك اللي حواليك وكيف تتعرض لتربية وعلم سليم صحيح
يخليك تكسر دائرة الحراك الاجتماعي الأفقي اللي كنت فيه وتصعد إلى حراك اجتماعي علوي تتبوأ فيه مراكز طيبة، مراكز يعني سواء اجتماعية ولا مراكز مهنية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة سوسن حنيش، الأستاذة بكلية الأداب المهتمة بشؤون المرأة، كنت معنا من طرابلس وحدثتنا عن هذا الموضوع. بارك الله فيك على تواجدك معنا، وبالعودة فيما تبقى لنا من دقائق في ختام هذه الحلقة لدكتور زياد عبد الله الطبيب الأطفال، وبالتأكيد استمعت إلى كل ما قيل في هذه الحلقة دكتور زياد. ولكن نختم بجزئية الجانب الصحي للأطفال الغير شرعيين، هل يمكن أن نكون مختلفا حتى في مراحل يعني عمرية مختلفة؟ يعني شوف يا أخوي سهيل، هو غياب الأم بشكل عام يعني عن الطفل سواء كان شرعي أو غير شرعي عنده تأثيرات، ما بوش نحكو على التأثيرات الاجتماعية زي ما قلت لنا الأستاذ سوسن ما قصرتش يعني حكيت بشكل عام، لكن خلينا نحكي على الناحية الطبية. يعني إحنا يعني لو مثلا نقسمه فيهم، لو الأم توفت أثناء الولادة نفسها غالبا البيبي ما يحسش بهلبة فرق، يعني ما يحسش إنه في نقص إن أمه، إنه ما مازال ما يعرفهاش. لكن لو مثلا الأم توفت بعد نقوله بشهرين أو هكي، غالبا البيبي لو توفت الأم مثلا بعد عمر في عمر الشهرين للبيبي، شن حيصير للبيبي؟ يكون ذاك الوقت تكون تعود على ريحتها وتعود على حضنها وهكي، فح حي تعلق بالأم إيه، وتستمر معها المشكلة يعني حتى بعد طبعاً في مراحل عمرية طبعاً إيه متأخر. تطلع لنا أعراض زي الطفح الجلدي، زي الإسهال، النقان، كثرة البكاء، طفح جلدي مشاكل صحية، هذه مشاكل صحية نفسية تأثر يعني في النهاية الطفل كنت حساس يعني إن متحرمة من أمه أنت حيصير للمشاكل هي وتطلع لنا كأعراض يعني في هلبة حالات ما نعرفوش سببهم، يعني مرات تبدأ أصلاً بسبب مشاكل زوجية أو هيك فيبان على البيبي رحمة. إحنا غالب الموضوع النفسي في ليبيا بعيد علينا ما نتروش نحسابه، البيبي لو كان مرض معناه خلاص هذا بكتيريا ولا التهاب ولا شيء، لكن رأوا الجانب النفسي جداً مهم. طبعاً من 5 سنوات يبدأ هنا التأثير الصحي الفعلي، يعني العيل يبدأ يعرف إنه وين مالية، وين بوي، وين أمي، علاش ذاك عنده ذاك ما عندهش، تبدأ عنده إعاقة نفسية طول عمره. كويس، ولكن صحيا قبل سن 5 سنوات عندما يسلم الجهات المسؤولة من بينها دور رعاية الأطفال، هل هنالك اهتمام من قبل هذه الدور بالمتابعة الصحية لصحة الطفل كما تتابع الأم والأب في الحالة العادية؟ طبعا ما فيش حد يعني حيهتم بالطفل زي أمه. احنا أنا كدكتور مثلا ديما نقول فيها الأفضل دكتور للطفل هو أمه، هي اللي تعرف كل شيء عليه وهي اللي تعرف أمتى يكون كويس مش كويس. طبعا هم دور الرعاية بارك الله فيهم في مشاكل صحية، طبعا هم دور الرعاية بارك الله فيهم مش مقصرين الأمانة، لكن مهما كان يعني أنت لما تهتم بعشرين 30 طفل مش زي لما تهتم بطفل واحد في الحوش مع أمه، يعني فهم مش مقصرين. نديروا في زيارات إحنا كدكاترة أطفال، نكشفوا في كشف مجاني عندهم ونشوفوا، لكن مهما كان في تأثيرات العيل مهما كان حيصير له إهمال، يعني مش زي لما يكون مع أمه وأبوه في الحوش ويشبحوا لك يشبحوا لك مرة، يعني مهما كان الدرعاية يعني تفرق هلبة. مصير مجهول يقابل ويواجه وينتظر كل الأطفال غير شرعيين في مراحل عمرية مبكرة. طبعا إن شاء الله ربي يستر وخلاص. أشكرك على وجودك معنا الدكتور زياد عبد الله طبيب أطفال، بارك الله فيك على حضورك معنا في هذه الحلقة، والشكر موصول أيضا من جديد للأستاذة سوسن حنيش الأستاذة بكلية الأداب المهتمة بشؤون المرأة، الشكر موصول لكل متابعينا الأفاضل متابعي برنامج بدون تأليف، نلتقي بعون الله تعالى في مواعيد أخرى. إلى هناك دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.